سنة لك من محل إلنا من 67 يا سيدي. ما شاء الله. السؤال بيقول إن القدس من عام كامل كورونا. سكر افتح سكر افتح سكر افتح. تسألش، أنا عندي شغلي 80% نزل. كم جريدة كنت تبيعه يوميا؟ 6. تعمليها المجدرة العادة بدل العدس على الفول. لا ما عملناش. تقدحي لها كزبرة معتوه. بجوز أنت يا المكادسة بسويها. إحنا المكادسة طب تعلميها الطبخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزدورة اليوم مع أبو عيشة من شارع صلاح الدين. صبر وصمود لا يلين، ولكن مع البيع هون ببيعوا نقضي وببيعوا بالدين. عجبكم عجبكم، ما عجبكم بيعجبكم، قلتوا أو لا قلتوا لا. نبدأ الجزدورة من شارع صلاح الدين، خلينا نشوف الناس الحلوين بألمهم وبأملهم. السؤال بيقول إن القدس من عام كامل كورونا. سكر افتح سكر افتح سكر افتح سكر افتح. وانت بتصنع اشي عكس الكورونا تماما. الكورونا موت. موت. انت جيت بورد في نص شارع صلاح الدين. حبيبي تسلم، رمز حياة. تسلم. هذا تسلم حبيبي. مظبوط والله حبيبي تسلم. والله بتاخد للمدام ورده تعمل عليهم مقلوبة يعني؟ لا شو مش مقلوبة، بنعمل مجضة عليه. عمانسة عمانسة ليش لك على المحل؟ إلنا من 67 يا سيدي. ما شاء الله. حياكم الله. 67. نعم. صامدين. صامدين والحمد لله. وقاعدين. وصامدين للنهاية بإذن الله. يعني مرق 67 ومرق انتفاضة أولى ومرق انتفاضة ثانية. نعم، وإحنا صامدون إن شاء الله. بس زي الكورونا ما مرق. أصعب مرحلة في حياتي مرقت فترة الكورونا. فترة الكورونا. في الكورونا بقول لك يا عم الناس مش لاقي خبز. أنت فاتح محل إكسسوارات يعني وأشياءات وهيك و وشي. الناس في طلب على هذا الحكي. أهم إشي المكياج، يعني عند المرأة أهم إشي التوب عندها المكياج. فبتقطعوش بدنارها أكيد. من مرة من مرة بتقطعوش. بتحب أنت المكياج وهاي الأسرات؟ فيش حدا بحب المكياج يعني. كم جريدة كنت تبيعه يوميا؟ 6 هذا بيعدها من جريدة 9 10 هذا تقريبا 35 جريدة. 35 نعم. كم جريدة كنت تبيعوا؟ احنا كنا نبيع 8000 و10000 و5000 يوميا. اليوم على هلا ولا حدا. اليوم والله السوق صعب كثير يعني، والموضوع القراءة يعني محزن في البلد عندنا. يعني الناس اليوم كمية تقرأ. يعني نبيع تقريبا بالعشرات او المئات، يعني شيء بسيط جدا كثير مقارنة مع السابق. تقدر تقول يمكن 2% و98% غاب عن الشغل. الله يعطيك العافيه. يدك عافيه. الله يسعدك. الساعه قديش تيجي هان؟ انا الساعه 8 تقريبا. وبتضل لك 8؟ وبضل للسته. للسته. ايش اللي عندك؟ بابونج وايش؟ بابونج، فول، ملوخيه، ورق دوالي. اها. زعتر. الفول كيف بتسوى هذا؟ مع لبن. وفي بدون لبن. في ايش بقول لك مجدره فول عمرك سمعت فيها؟ لا لا. كيف لا لا؟ لا ما عملناش سويناها احنا اصلا. بدال العدس العادي، مالك بدك اقعد اوصف لك انا؟ لا لا احنا ما عملناش سويناها. بتطولي بتطولي الحبه بتفرطيهن، بتطولي بالنص، الحبه بالنص. والحب بتعمليها المجدره العادي بدال العدس على الفول. لا ما عملناش سويناها. بتقدحي لها كزبره معتوه. بجوز انت يا المكادسه بتسووها. احنا يا المكادسه، طب تعلميها الطبخه. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. يزيدك العافيه. يعطيك الصحه والقوه ان شاء الله دائما يا ربي. هذا المحل قديش عمره؟ هذا عمره 60 سنة. ما شاء الله. هذا الوالد. نعم. الله عليه. تعيش. يا سلام. أنتوا تخصص تخميس؟ نعم. كل شيء. نعم. هذا الشيء إيه؟ أبن عن جد. زمان عند ذكر وأنا ولد صغير. نعم. كانت الأشياء اللي تتخمص قليلة. يعني معروف هذا المربع يمكن على إقدام وهيك. وفستق فستق بيشتروا بزر شمس وبزر بطيخ. كانوا خمسة بزر بطيخ وبزر أبيض. اليوم تطورت الناس. صار بدها كاش وبدها لوز وبدها فستق حلبي. لما كنت اجي عند الوالد الله يرحمه يقول لي الناس بتشبه المكسرات. كل واحد طعمه شكل.
وكل واحد مزاجه شكل. يعني في شيء حامض، في شيء مالح، طبعا في شيء بيحرق، في شيء عاطل، في شيء سبحان الله العظيم، في شيء طيب. شو هالحكمه اللي كانت عندهم بالزمانات؟ حكمه الذوق والتذوق، وبعدين الشيء كان قليل وبسيط وفي بركه وفي هناوه وفي خير، في رضا، راضين ايش الله بيقسم لهم. كلت سنه كورونا مرتبه صبا طبعا، يعني مرقت حرب 67 طبعا، انتفاضه اولى وثانيه، مظبوط. الكورونا اصعب، الكورونا يعني هذه من عند رب العالمين، عشان في ناس ترجع لرب العالمين وناس تآمن انه الدنيا نزلة وطلعة صحيح، والحمد لله رب العالمين. كم سنة لك بالمحل؟ 60. ما شاء الله وصامدون الحمد لله. بقيت تخصص الفواكه والخضرة والإشي، الكورونا طعمتنا هواي. تسألش، أنا عندي شغلي 80% نزل. يا الله. بس ضليتك تيجي وكل يوم وتفتح وتقول يا فتاح يعني والرزاق والله، والرزاق والله مع هدول الجاستين يعني. فتحناها الفلافل وألهناها بنجاس، ان شاء الله حياتكم تضل كلها هيك زي هالانجاز، انتفحه ومنوره وبطاقه ايجابيه، ودائما مع جزدوره ابو عيشه احنا وانتم تكونوا بصحه وسلامه وهداك بال. سي يو ليتر.